حكيم شعراء استاذ بمديريه طنجه اصيله، باحث بسلك الدكتوراه قانون خاص، وحاصل على شهاده مزاوله مهنه اليه مزاوله مهنه المحاماه. طبعا نحضر اليوم كمتدخلين في ندوه نظمتها جمعيه تقنيه اصلاح الات الخياطه مشكوره. هذه الندوه تاتي بمناسبه فاتح ماي عيد الشغل الاممي، وايضا سبقته 28 ابريل اللي هو العيد المتعلق بالصحه والسلامه ديال الاجراء. طبعا هذه الندوه اللي جات تحت عنوان مدونه الشغل بعد 20 سنه من التطبيق موقع الاجير من فرص الاصلاح واكراهات التنزيل. طبعا من خلال المداخله ديالنا حاولنا اننا نخدمنا مقاربه قانونيه ان نتطرق لمجموعه من الاشكالات التي تعاني منها مدونه الشغل او تؤزم وضعيه الاجير داخل المقاوله، ابتداء وبدايه من الاشكال الذي يؤرق الاجير اللي هو مسطره الفصل. طبعا مسطره الفصل كتير مجموعه من الاشكالات، حاولنا نطرق لمجموعه الاشكالات بالنسبه للاجال المتعلقه، الاثار المترتبه، الجزاءات المترتبة عن عدم سلك هذه المسطرة، هل هي إلزامية أم لا، هل هي من النظام العامي أم لا. أيضا حاولنا نطرق مسألة متعلقة بالزمن ديال العمل، توقيت العمل، الغيابات المبررة وغيابات العمل المبررة، متى يمكننا أن نتحدث عن الساعات الإضافية، الحالات التي يمكن اللجوء فيها لساعات إضافية، طلب الإذن من السلطة الإدارية أم لا. كذلك شفنا حاولنا نطرق مسألة ديال التحرش الجنسي داخل المقاولة اللي كتعاني منها معها النساء الأجيرات خاصة، عبء الإتباس الذي يقع على هذه الأخيرة. طبعا حاولنا نطرق من استقاله ومدى قانونيه هذه الامكانيه القانونيه التي اعطيت للاجير كامكانيه لإنهاء عقد الشغل في الحالات المتعلقه سواء بالعقد، في حاله العقد المحدد المده، وفي حاله العقد الغير محدد المده. طبعا حاولنا نطرق الانواع الجديده من الشغل اللي عرفها التطور التكنولوجي الحالي، الانماط، ما يسمى بانماط جديده للتشغيل. شفنا حاولنا نقارب بين مدونه الشغل وما قبل مدونه الشغل، يعني النظام النموذجي ديال 1962. شفنا ان من بين بانت انظمه جديده للتشغيل مثل العقد عام انجاز من اجل انجاز عملي معين، اضافه الى عقد محدد المده وعقد غير محدد المده. طبعا هي اشكالات كثيره، ضغوطات كبيره على القضاء طبعا، واملنا كل امل في تجويد هذه المدونه سواء عن طريق تفعيل القانون الاتفاقي او عن طريق طبعا تكمله ما يسمي بالحد الأدنى الموجود في مدونة الشغل. ختاما يعني الشكر، كل الشكر لجمعية تقنية إصلاح آلة الخياطة على تنظيم هذه الندوة، وكذا على تفوقها في اختيار الموضوع الذي هو في الحقيقة من المواضيع النوعية التي حاليا تؤرق المشرع كما تؤرق الفرقاء الاجتماعيين. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد العمراني، رئيس جمعية تقنية إصلاح آلة الخياطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة. كما شفتوا اليوم معنا كانت عندنا ندوة تحت عنوان مدونة الشغل 20 سنة من التطبيق. جات هاد كتجيب ندوة تنزيل البرنامج السنوي ديال الجمعية ديال التقنيين، وهاد الندوة دي كتدخل كتجي في إطار اليوم العالمي، اليوم العالمي عيد الشغل، كتجي في إطار عيد الشغل. كما شو كانت مداخلة اللي حضر معنا اليوم كان أساسي داكبار، كان معنا محامي حكيم الشوباني محامي بيئة طنجة، وكذلك باحث في سلك الدكتوراه السي عبد الحكيم بن شعره. وكما حضر معنا اللي كيسير اليوم الندوه هذه الاعلامي واطار اداري السي اشرف بوكنزر، مشكور على حسن التسيير ديال الندوه هذه. كما شوف كان حضور ديال التقنيين واحد الكثافه اليوم هذه الندوه هذه، هذا ان دل على ان التقنيين باغيين يطوروا من نفسهم، باغيين يزيدوا للقدام ان شاء الله يا ربي. جمعيه التقنيه اصلاح الخياطه بجهه طنجه تطوان الحسيمه عازمه بان بتخرج هذا المنتوج ديالها لوجود، يكون مولود سليم ان شاء الله يا ربي، وتطور من التقنية اصلاح آلة الخياطة، لان جميع التقنيين عازمين انهم يطوروا من نفسهم ويزيدوا ينميوا المهنة هذه ان شاء الله يا ربي. وشكرا. انوار بازي، ميكانيسيان تقني في آلة اصلاح الخياطة. الصراحة هذه الندوة استفدنا بها بزاف ديال المعلومات اللي ما كناش كنعرفوهم، بالنسبة لنا هادشي كيزيد ينورنا ويزيد يعرفنا ويعطينا المؤهلات ديالنا تكون زايدة إن شاء الله في العمل ديالنا. وكنشكروا جزيل الشكر هاد المحامين الأساسيدة، وتبارك الله عليهم عندهم ما يقولوا، وكنتمناو نزيدوا في هاد المداخلات يكونوا كثار وكثار. بالنسبة لنا هذا أحسن عمل، وكنشكروا الأساتذة كاملين وشكرا.